كيف انعكس التقارب الإماراتي التركي على الملف الليبي في المرحلة الماضية؟ أولا مثلا على سبيل المثال لاحظنا زيارة وفد مجلس النواب الليبي إلى 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 تركيا، وهذا لم يكن يحصل لولا حصل التقارب مع الإمارات. ولاحظنا بأن هناك قبول أيضا بمسألة الاتفاقية البحرية، وأن هي على الرغم أنهم يعلمون بأن هي في صالح ليبيا، ولكن الآن أقروا بأن هذه الاتفاقية في صالح ليبيا، بينما كانوا في الماضي يعني يزورون اليونان، وكان هناك وزير خارجية اليونان يزور أيضا المنطقة الشرقية بدون حتى إذن الحكومة في طرابلس. وبالتالي الأمر هذا تقريبا يعني انتهى. سبب إيش؟ سببه هو التقارب الإماراتي، لا شك في ذلك، الإماراتي التركي. هذه احتمارة أيضا. شو يعني جاءت الأوامر من أبو ظبي لهؤلاء؟ لا، هي ما هي العملية يعني تتساقط، يعني هي المنظومات عندما تنهار من جانب يعني تتساقط. مصلحة الآن حتى حفتر عندما يعني يفقد الدعم الفرنسي ويفقد الدعم الإماراتي، الدعم المصري صار مشروط ممكن يتغير معاه في أي لحظة. إذن في هذه الحالة يحاول أن هو على الأقل يمسك في التحالف القوي، التحالف القوي اللي هي تركيا أولا، يعني الآن عندها نفوذ في المنطقة الغربية، ثم أن هي تقريبا في منطقة الشرق الأوسط لها نفوذ قوي، حتى الدول اللي كانت مثل الدول الخليج السعودية والإمارات يعني كانت تقول في تركيا ما قال مالك في الخمر، تغيرت. وبالتالي هذا المشهد نفسه يجعل يعني أن محاولات العنترة ما لا قيمة له، خصوصا أنه لا يستطيع فعل شيء. وبالتالي بدأت من إطلاق سراح المواطنين الأتراك اللي كانوا مسجونين، يعني كانوا مختطفين عند حفتر، ومنها تحلحلت بعض الأمور. طبعا أيضا لابد أن تركيا أيضا منفتحة، على فكرة تركيا منذ البداية عندما دخلت لي أو ساعدت الليبيين قالت بحرف الواحد، قالت نحن موجودين في ليبيا ليس لدعم شخص معين، وإنما لدعم الخيار الديمقراطي للشعب الليبي، أينما يقف الشعب الليبي بخيار الديمقراطي فنحن معه. كانوا واضحين يعني، لم يقولوا والله نقف مع هذا ضد هذا أو نذهب بقواتنا إلى بنغازي مثل ما جت مصر إلى طرابلس، لا، منذ البداية كان هذا هدفهم حفاظ على التوازن، بحيث أن كل أطراف الليبية تجلس، وهذا اللي حصل يعني على الرغم أن يعني المشكلة مازال لم تحل، ولكن هذا طبعا جعل من الموقف المرن للحكومة التركية، جعل بأنها يعني كل الأطراف الأخرى يعني ترى أن ما فيش داعي أنك أنت تمارس أقصى عداء مع تركيا، هو خاسر يعني. هو هنا دكتور أريد أن أسألك،